يقول حفظك الله، يقول في بلدنا في أوروبا يوجد أحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد ويقول إني أفعل ذلك لأجل مصلحة الدعوة. ما شاء الله، مصلحة الدعوة بحضور البدعة. المفروض أنك تنهى عن ذلك، تنهى عن المولد وعن حضوره، هذه الدعوة. أما أنك تحضره هذا إقرار له، وهم يحتجون بك أيضا، يقولون حضر فلان، ولو كان هذا ممنوعا لما حضر فلان وهو يدعو إلى الله. نعم.